أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم نوافذ. نوافذ نقول منها على شخصيات مؤثرة لها تجاربها ومشروعاتها ومواقف. ومن خلال نوافذ هذه الحلقة نستجلي وإياكم معالم شخصية معروفة في الوسط الإسلامي بخاصة والمشهد الثقافي بعامة. ضيفنا في هذه الحلقة هو المفكر والداعية الإسلامي المعروف الدكتور عوض بن محمد القرني. طيب لدي مجموعة من النقاط دكتور عوض ولكن تحتاج إلى إجابات. يعني الليبراليون الآن حملت لواء إفساد المرأة. نريد أن ننظر في الجانب الحديث. خذ مثالا آخر. أين تكمن المشكلة؟ ضآلة وضحالة الفقه التجديد. لماذا لم تتواصل دكتور عوض؟ أقول إن الله ينتقم من الظالمين.